شارك في صنع القرار وكن جزءا من منظومة العطاء والعمل في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2019. المرحلة الثانية تسجيل المرشحين، الوثائق المطلوبة للترشح: جواز السفر وخلاصة القيد أصل وصورة، بطاقة الهوية أصل وصورة. طلب الترشح: 3 صور شخصية. شهادة إثبات الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري. تسجيل المرشحين كل حسب دائرته الانتخابية على مدى 3 أيام، من 20 حتى 22 من أكتوبر 2019، من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً. توزيع المقاعد حسب الدوائر الانتخابية: مدينة الشارقة 9 مقاعد، مدينة الذيد 3 مقاعد، مدينة خورفكان 3 مقاعد، مدينة كلباء 3 مقاعد، مدينة دبل حصن مقعدان، منطقة الحمرية مقعد واحد، منطقة البطائح مقعد واحد، منطقة مليحة مقعد واحد، منطقة المدام مقعدان. مقر تسجيل المرشحين في الدوائر الانتخابية من 20 حتى 22 من أكتوبر 2019: بلدية مدينة الشارقة، بلدية منطقة الحمرية، بلدية مدينة خورفكان، بلدية مدينة كلباء، بلدية مدينة دبل حصن، بلدية مدينة الذيد، بلدية منطقة البطائح، بلدية منطقة مليحة، بلدية منطقة المدام. شروط الترشح: ألا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية، أي أن يكون من مواليد 20 نوفمبر 1994 وما قبله، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون. رسوم تسجيل المرشحين 3000 درهم. التحصيل المالي: سيتم دفع الرسوم بالبطاقة البنكية أو عن طريق تعبئة بطاقة الهوية عبر نظام تحصيل التابع لحكومة الشارقة. رسوم تسجيل الترشح 3000 درهم. الرسوم الإضافية في حالة استخدام بطاقة الهوية 20.5 درهم. الرسوم الإضافية في حال استخدام بطاقة البنك 61.73 درهم. على أعضاء الهيئات الانتخابية الترشح في نفس الدائرة الانتخابية التي تم التسجيل فيها. شروط الترشح بالنسبة للموظفين: موظفو حكومة الشارقة يتوقف عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ 23 نوفمبر 2019، وعليه تقديم طلب إجازة بذلك. في حال فوزه يعتبر مستقيلا حكما من وظيفته، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حال عدم فوزه. الوظائف العامة في غير حكومة الشارقة: يجب الحصول على موافقة جهات العمل على منحه الإجازة من تاريخ 31 أكتوبر وحتى 23 نوفمبر 2019. ذوو الصفة العسكرية: يجب الحصول على موافقة جهات العمل على الترشح للانتخابات، الحصول على الإجازة من تاريخ 31 أكتوبر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2019. العسكريون المحليون والاتحاديون التابعون للقيادة العامة لشرطة الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني بإمارة الشارقة، في حال فوزهم يتوجب عليهم الاستقالة من جهة عملهم، ويجوز لهم العودة إلى وظيفتهم في حال عدم فوزهم. السلطة القضائية: يجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح. شروط الترشح بالنسبة للمتقاعدين: تقديم ما يثبت التقاعد كبطاقة التقاعد، شهادة لمن يهمه الأمر من جهة العمل السابقة أو أي وثائق أخرى. شروط الترشح لموظفي القطاع الخاص: تقديم ما يثبت العمل في القطاع الخاص. شروط الترشح بالنسبة للأعضاء: إذا كان المرشح من أعضاء المجلس الاستشاري القائم، فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته منذ تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية في 31 أكتوبر 2019. لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري وعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية أو مجالس الضواحي والقرى أو أي وظيفة في حكومة الشارقة.
الوثائق المطلوبة للترشح في حال حضور الوكيل: بطاقة هوية الوكيل أصل وصورة، وكالة قانونية أصل. ويجب أن تكون الوكالة القانونية سارية المفعول ومصدقة من كاتب العدل، سواء أكانت عامة أو خاصة، بشرط أن لا تزيد عن مدة سنتين، على أن يتم تضمين بند خاص بمتابعة إجراءات التسجيل لعضوية المجلس الاستشاري في الوكالة العامة. البرنامج الزمني لانتخابات المجلس 27 أكتوبر، إعلان قائمة المرشحين الأولية. 28 و29 أكتوبر، تقديم طلبات الطعن على المرشحين على مدى يومين من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً. 30 أكتوبر، رد اللجنة العليا على طلبات الطعن على المرشحين. 31 أكتوبر، إعلان قائمة المرشحين النهائية. من 3 وحتى 18 نوفمبر، فترة الحملات الدعائية للمرشحين على مدى 16 يوماً. 7 نوفمبر، آخر موعد لانسحاب المرشحين. 7 نوفمبر، آخر موعد لتقديم أسماء وكلاء المرشحين من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً. للتواصل والاستفسار 800-800-00، مركز الشارقة للاتصال.